اطباق وحلويات بمطعم محل عندي. طبعا محله في الجروريه استشهد اثنين واخي متصور كمان، وعندي كمان اخ موقف صلوا من اول اعتقد. لا لا لا، لانه اموالي ومالي وبيتي كله راح، ما في شبان. جينا من تحت القصف، ابن عمي توفى استشهد ومعظم قرايبنا ماتوا، يعني جينا نفدنا بروحنا تقريبا نصه راح. المعاناة اللي عانوها من تحت القصف لهلا عنده الرعب، من هلا اذا بينطبق الباب بخافوا وبيجفلوا وبيعيطوا. يعني نحن بحمص صار في عنا اول الازمه صارت عنا قويه، فضل الله كنت روح واجي على الشغل بصعوبها وقصف وواص وهذا وروح يعني ما ضمنا غير بهال 4 شهور عدنا هون. بالفعل قطعت عنا كل وسائل الاغاثه. انا هلا لو في لو ما في قصف الله وكيلك انزل على سوريا، انا هلا يكون ما في انا بنزل بقعد على ركامها ولا هالبهدله اللي هون. هني كان في هم القصف والخوف. بالنسبة للصرف الصحي سيء جدا، ما في مجرير، ما في شيء. عم نعمل جوار وقت عم يجي الشتاء عم تطلع المي الطوف تطلع ضمن الخيام، فبتصير المجرير ضمن بين البيوت، يعني داخلة من هون على البيت هذا على البيت الثاني قريب كتير منه. الروائح عم كتير تأثر خاصة على الأولاد، عم يصير في معهم مثل التهابات، تحسسات جلدية، اللعية. في شغلة تانية انه بس عم يجي الشتاء ما في مجارير تصرف المي، الأغلبية عم يطوفوا عم يقعدوا الأولاد البرد، صبيات ما في، في الأغلبية عم يشغلوا نايلو ما نايلو هي الشغلات حتى يدفوا حالهم، كونه ما في عندهم لا حطب لا في عندهم شيء. وضع سيء جدا جدا. كمان السجاد اللي تحتنا اللي احنا هون كله مي من رطوبة، شوف الحيطان فوق من رطوبة. الحالة الصحية بالمدرسة بالذات تعبانة، الحيطان عم كله رطوبة، يعني السجاد الطراحات عندي شوفين معفونتهم يعني طالع عليهم خضار. صبية قريب يعني طبعا جاها مرض قريب، الصغير كمان اللي عمره شهرين استعدوا لهلا كمان قريب هو. إذا بدك بهديك وفرجيك على عالم الجيران اللي هي عم جيبنا سكبي سكبي يعني صحن وبيطبخوا إني بيعطونا صحن كذا. أنا حتى الحمام عندهم، حتى تغسيل الأولاد عم تحمموا عندهم. كان في هم القصف والخوف، هون هنيك أكلين هم القصف وهون أكلين هم المعونات. يعني إجانا معونات الجمعية. كل شيء متأمل لهم، الصوب يعني ما نطفيه، يعني اختلف عليهم الجو تماما هون. المي عم نحن حافرين بير عم نسحب منه مي تحمموا ويغسلوا كذا، هاي المي مية كلها عم ترجع على البير. أهم شيء بدنا نتأمل الوضع الصحي، يعني بدنا هيئة طبية.